منذ سنوات ألح علي بعض الأصدقاء والسياسيين أن أكتب مذكراتي. لم أستطع التهرب من المسؤولية، فأنا معني بشكل مباشر كوزير خارجية لسوريا لأكثر من عقدين من الزمن. لذا وجدت نفسي مضطراً لكتابة هذه المذكرات بعد أن نشر الكثيرون رواياتهم. لم تبقى إلا الرواية السورية الرواية المفقودة. في شباط فبراير عام 91 توقفت حرب الخليج، ووافق العراق دون قيد أو شرط على قرارات مجلس الأمن. ثم ألقى الرئيس الأمريكي جورج بوش خطاباً أعلن فيه التزام الولايات المتحدة بالعمل من أجل سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط، يقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام. بعد فترة قصيرة قصد وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر الرياض، واجتمع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الست إضافة لسوريا ومصر. كنت أحد الذين التقوا وزير الخارجية الأمريكي آنذاك. لقد آن الأوان لخلق تعاون إقليمي في المنطقة على غرار اتفاق هلسنكي عام 1975 ما بين الشرق والغرب. إن الوضع بين العرب وإسرائيل يختلف عن الوضع بين الغرب والشرق. إسرائيل تحتل أراضٍ عربية، وإذا ما أردنا تسوية فلا بد من طرح إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي العربية. عدت إلى دمشق، وضعت الرئيس الأسد في مجريات ما حدث، واعتبرنا أن ما طرحه بيكر سقف منخفض لا يمكن القبول به. وترتب على هذا التقييم أن نهيئ أنفسنا لخوض عملية شاقة مع قواعد اللعبة الجديدة. وصلت إلى نتيجة مفادها أن سوريا هي المفتاح لتحقيق تقدم مهم، وأن مشاركة الأسد ستظهر مؤشراً قوياً على مشروعية جهودنا في أعين العرب. في نيسان إبريل عام 91 وصل بيكر إلى دمشق قادماً من تل أبيب. اجتمع مع الرئيس الأسد لتسع ساعات. كنت حاضراً في هذا الاجتماع، وكانت موضوعات اللقاء متشعبة وروافدها كثيرة.
كان التفاوض مع الأسد بشكل دائم أشبه بالمباراة. قلت له: لن يمكنك مطلقاً حمل إسرائيل على الانسحاب من الجولان ما لم تضمن أمنها. إن هذه قضية أمنية وليست بالقضية الأيديولوجية في إسرائيل، فإذا كان لنا أن نحرز تقدماً فعليك أن تقدم لي شيئاً أعمل عليه. في يونيو حزيران عام 91 عقد اجتماع بيني وبين بيكر في دشبونة بطلب أمريكي. أعلمني بيكر أنه يحمل رسالة خطية من الرئيس بوش إلى الرئيس الأسد. طلبت الاطلاع على الرسالة أولاً، فقرأتها بسرعة وبدقة في آن واحد. إنها رسالة مهمة. نعم، إنها رسالة مهمة جداً. هذه هي المرة الأولى التي تقوم بها الولايات المتحدة بتقديم مثل هذه الضمانة، وبدون هذه الضمانة لن تعيد إسرائيل مرتفعات الجولان. ليست المشكلة مع الإدارة الأمريكية، إن المشكلة مع الإدارة الإسرائيلية. كيف سيكون بإمكانكم إقناعهم بتسوية تفي بالشرعية الدولية؟ في ذلك الوقت كان المحور السوري مختلفاً، فعقب انتهاء حرب الخليج توصل الرئيس السوري حافظ الأسد إلى قرار سياسي سيربط مصير نظامه بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن الطريق إلى واشنطن هو الطريق الذي يرغب به، ولكي يبلغ هدفه عليه أن يمر عبر القدس على شكل تسوية مع إسرائيل. كان مستعداً تماماً ليبلغ هذا المسار، بل وحدد الثمن الذي سيدفعه. حافظ الأسد came into the negotiation I think with a very modest concept of what peace meant, and eventually understood that without giving us at least on paper full peace comparable to the peace with Egypt and Jordan, there would be no agreements. Where we did not agree was on the issue of security. This is still to be negotiated, because from our point of view we were coming down from the high ground to the valley and we needed security. From his point of view he was the victim. He said, I need security from the Israelis. بعد ظهر الرابع عشر من تموز يوليو عام 1991 اتصل بي سفيرنا في دمشق وقال إنه يحمل لي رسالة بالغة الأهمية، هي رد الرئيس الأسد. لقد قبلوا دعوتنا لمؤتمر السلام. لم يسعني أن أصدق، فبعد 3 أشهر تحديداً وأربع جولات مضنية وستين ألف ميل من الدبلوماسية المكوكية، أخيراً وجهت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي دعوات صيغت بعناية للمشاركة في مؤتمر سلام سيعقد في مدريد. فوضني الرئيس بتشكيل الوفد، فانتقيته بعناية شديدة، ثم توجهنا للقاء الرئيس في القصر الجمهوري. في يوم سفرنا توجهنا إلى اللاذقية لنتلقى تعليمات الرئيس. كان الرئيس في حالة نفسية هادئة ورزينة، زودنا بتعليمات مفصلة وقال إننا سنكون مرنين.
ثم قال: إنني أتساءل في نفسي، لما لم نفعل هذا منذ 30 عاماً؟ في ضوء معرفتي بالرئيس الأسد، كان هو نفسه في وضع جديد. كان كل منا يواجه لحظة استثنائية في حياته السياسية والاجتماعية. فبعد قليل سنواجه وفداً إسرائيلياً برئاسة إسحاق شامير، المعروف بعنصريته وكراهيته للعرب. هذه أول مرة سنواجه فيها الاختبار بين مشاعرنا وتكويننا، وبين لحظات المواجهة السياسية الأولى بعيداً عن الشعارات التي رفعناها. حاول الإسرائيليون أن ينتزعوا دون جدوى مصافحات ودردشات من قبل بعض أعضاء الوفود العربية. دخل الرئيس الأمريكي جورج بوش على الخط وانتحى بي على مرأى من الصحفيين المحتشدين. طلب مني أن أصافح إسحاق شامير، كان يريد إعطاءه نقطة من دون مقابل. رفضت قائلاً: لا، أنتم الأمريكيين لا تصافحون أحداً إلا بعد اتفاقكم معه، فلماذا تطلب مني ذلك؟ وهناك كلمة لوزير خارجية سوريا السيد فاروق الشرع رئيس وفدها إلى مؤتمر السلام، وكلمة للسيد وزير خارجية لبنان فارس الويس الذي سيلقي كلمة أمام مؤتمر السلام. إذن اليوم القبض عليه. أريكم صورة قديمة للسيد شامير عندما كان عمره 32 عاماً، أنه مطلوب للعدالة. وانتد. هو نفسه اعترف في عام 1948 كما أذكر. هو يقتل وسطاء السلام. على الرغم من كل شيء، مؤتمر مدريد يشكل نصراً مدوياً بكل المعايير العقلانية. قيمته الحقيقية تتمثل بكل بساطة في انعقاده. فبعد 43 عاماً من الصراع الدامي، طوت تاريخ تلك المحرمات القديمة، محادثة العرب مع الإسرائيليين. إنها ساعة أعد لها بعناية فائقة. عندما قبل شامير بالقواعد الأساسية لمؤتمر مدريد، كان يظن أنه سيستمر في سياسته، لكن جاء رابين عام 92 الذي لجأ لنفس الاختراق النفسي الذي سمح به شامير. كان في تصوره أن تكون تسوية تمهيدية مع الخصم الأكثر راديكالية سوريا، وعندها سيتخلص الفلسطينيون من الدعم، الأمر الذي سيضعف قدرتهم على المساومة. أصبح إسحاق رابين رئيساً للحكومة الإسرائيلية عام 92. كان رابين من نوع غريب، يريد السلام مع سوريا لكنه من أكثر الخائفين منه، إلى درجة خوفه من الإفصاح عما تعهد به. في تموز يوليو عام 93 استقبلت في مكتب المبعوث الأمريكي دينيس روس. أبلغني أنه يحمل رسالة مهمة إلى الرئيس حافظ الأسد من الرئيس الجديد للولايات المتحدة بيل كلينتون. قال دينيس روس للرئيس الأسد: إن رابين مستعد للانسحاب من الجولان، انسحاب كامل يا سيادة الرئيس. هذا شيء جديد، فنحن لم نسمع رابين يقول مثل هذا من قبل. حدق الرئيس الأسد بروس منتظراً أن يسمع من الدبلوماسي شيئاً أكثر أهمية.
وديعة رابين، أول طرح غامض لما صار يسمى بوديعة رابين، العقدة التي استمرت سنوات طويلة. بعدها أخذنا نهيئ وفدنا المفاوضة في واشنطن لجولة جديدة. قدرنا أنها ستتسم بالجدية الممكنة. وبينما نحن متمسكون بالحل الشامل، كان الإسرائيليون مشغولين بنسج اتفاق أوسلو الذي بدأت عملياته السرية منذ عدة أشهر. وفي الخامس من أيلول سبتمبر عام 93، وقبل توقيع أوسلو، جاء عرفات إلى دمشق ليعرض نص الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي على الرئيس الأسد. قرأه الرئيس مرة ومرتين. استغرقت القراءة نحو نصف ساعة وأكثر، الكل صامت وينتظر. حاول عرفات أن يشرح للرئيس المستغرق بالقراءة ما هي آماله وتوقعاته من هذا الاتفاق. أجابه الرئيس: كل بند من هذا الاتفاق يحتاج إلى مفاوضات جديدة واتفاق جديد. وقع ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ويتحاق رابين رئيس الحكومة الإسرائيلية على اتفاقية لحل الانتقال كمرحلة أولى لحل دائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. سوف نحتاج إلى مزيد من الشجاعة والتصميم. شعرنا بأن لعبة ما قد حدثت. لن أقول أبدا إننا شعرنا بالخيانة، لكن حدث ما كنا نخشاه دوما. ثم جاءت اتفاقية وادي عربة. سيداتي سادتي، لقد حان وقت السلام. أتشرف بالدعوة إلى طاولة التوقيع رئيس وزراء دولة إسرائيل السيد إسحاق رابين. ففي تشرين الأول أكتوبر عام 94 تم توقيع اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل. كان الرئيس كلينتون راعياً لذلك الاتفاق. وبعد التوقيع مباشرة جاء الرئيس بيل كلينتون إلى دمشق للقاء الرئيس الأسد. قال له إن هناك دعماً من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل لدفع عملية السلام، وإنه حصل من إسحاق رابين على إقرار باستعداد إسرائيل للانسحاب إلى خط الرابع من حزيران في إطار اتفاق متكامل. لكن لم تسر الأمور في عهد رابين على ما يرام. جاءت الضربة من متطرف صهيوني قام باغتيال رابين، وكأن الحكمة الكبرى في البيان الإلهي فعلت فعلها ولو بعد حين. التزمنا الصمت، واقتصر تعليقي على اغتيال رابين بأنه رب ضارة نافعة. كنت أعني أن موت رابين قد يفتح أفقاً لعملية سلام أعاقها وتلاعب عليها عن سابق عمد وتصميم. شكل شمعون بيرز حكومته الجديدة، فاتصل كلينتون بالرئيس الأسد، تحدث معه بلغة الأصدقاء عن أخبار طيبة يحملها إليه. لقد تحدث بيرز عن التزامه بوديعة رابين القاضية بالانسحاب التام من الجولان، لكن لم تسر الأمور على ما يرام في عهد بيرز أيضا. البعض يعتبر المفاوضات غاية وليست وسيلة، هدفا بحد ذاته وليست أداة لتحقيق الهدف المرجو منها. من بين هؤلاء كان بنيامين نتنياهو الذي صعد إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية خلفاً لبيرز لتبدأ معه المفاوضات مرحلة جديدة.
عدة سنوات أمضيناها في نفس المكان، لم تتقدم المباحثات خلالها رغم الجهود الأمريكية. بعدها تسلم إيهود باراك رئاسة الحكومة خلفاً لنتنياهو، وتقرر الدخول الحذر في مفاوضات على مستوى كبار الخبراء مع إسرائيل. تعود سوريا وإسرائيل إلى طاولة المفاوضات بعد انقطاع السلام ثلاثة أعوام، إذ سيجتمع وزير خارجية سوريا ورئيس وزراء إسرائيل يوم الأخيرة. انعقدت تلك المفاوضات في واشنطن واستمرت 7 أيام. كشفت فيها كافة الأوراق على الطاولة، وطرح فيها الإسرائيليون لأول مرة ما يمكن أن يوصف بنظرية الاحتياجات الإسرائيلية. في تلك الأثناء التقيت بالرئيس كلينتون ودار بيننا حوار حول فحوى المفاوضات. من الواضح أن مسألة الانسحاب إلى خط الرابع من يونيو وحزيران هي المسألة التي لا يمكن أن نعيد التفاوض حولها. السلام الذي نريده هو سلام حقيقي، ويجب ألا يقولوا إن على السوريين ألا يلمسوا مياه طبرية. لقد أمضيت وقتاً طويلاً مع باراك نتحدث عن البنود بالتفصيل. أخبرني أنه مرن في كثير من الأمور، لكن في طبرية أو بحر الجليل فيجب ألا تلمس سوريا المياه. الجزء الذي تتحدثون عنه من بحيرة طبرية هو جزء مهم، فإذا عاد السوريون إلى الجولان ولم يجدوا البحيرة فإنهم سيكونون متأكدين من أنهم لم يستعيدوا الجولان. في ديسمبر كانون الأول عام 99 التقيت للمرة الأولى بإيهود باراك في واشنطن. كان ذلك بحضور الوفدين السوري والإسرائيلي. بادر باراك إلى الحديث وسأل مباشرة عن النتيجة التي نرغب في التوصل إليها معا، أهي اتفاق سلام شامل أم وثائق مطولة للسلام مع ملحقات؟ أجبت باراك قائلا إن مسؤوليتنا الكبرى هي أن نقول لأولئك الذين يقولون إن الصراع بيننا هو صراع وجود لا صراع حدود، ليس صحيحا، نحن هنا لنرسم الحدود. But when he finally became directly involved, when he came to negotiate with Ehud Barak, he did something very important. In Washington, he said in front of the cameras that the existential conflict between Syria and Israel is over. We are now down to a territorial conflict, yani over the Golan. Not everybody in Syria and the Arab world appreciated the fact that the country, the state representing Mukawama, namely Syria, stated through its foreign minister that the existential conflict with Israel was over, that the very existence of Israel as a legitimate state is now recognized by Syria. And there was some criticism of Farouk Ashara's position. So I would say that statement was a very important element in the negotiations. المفاوضات بين سوريا وإسرائيل تبدو كأنها تتهيأ للاستئناف، هذا على الأقل ما أعرب عنه. عدنا إلى الولايات المتحدة في الثاني من كانون الثاني يناير عام 2000، وعاد الإسرائيليون الخلاف الأول على ترتيب انعقاد اللجان، بل وماطلوا في بحث لجنة الحدود. هتفت الرئيس الأسد وأخبرته برأيي في العودة إلى دمشق وعدم المتابعة، فلا تفاؤل يرجى. قال بعد أن صمت لبرهة يشوبها الحزن: الموضوع متروك لك، تستطيع أن تقدر الأمور أكثر مني. فكرت مليا ثم قررت البقاء. في مساء اليوم السادس، اليوم الأخير من المحادثات، دعانا الرئيس كلينتون لتناول العشاء مع الوفد الإسرائيلي. بدأ كلينتون الحديث، بعدها وجهت كلامي للرئيس، قلت له: ما كنا لنأتي لولا تأكيدكم بأن الوديعة في جيبكم. لقد اتفقنا على تلازم اللجان، واجتمعت اللجان كلها باستثناء لجنة ترسيم الحدود. قاطعني باراك وقال إن هذه اللقاءات
مقدمة مهمة للأيام القادمة. تخيل الأمريكيون أن الدفاع براك لإحلال السلام مع سوريا سيتوافق مع المطالب الأساسية للسوريين عندما هبطت الطائرة الإسرائيلية. فشلت اجتماعات التفاوض الأخيرة، وقد عبر الرئيس كلينتون عن خيبة أمله في اتصال هاتفي مع الرئيس الأسد. أخبره فيه أنه بعد دراسة نتائج المحادثات بات متيقناً من أن الإسرائيليين لم يبدوا مرونة على عكس السوريين، ثم دعا الأسد للقاء في قمة الرئاسية بجنيف في نفس الشهر. وصل الرئيس الأسد إلى اجتماع وصف بأنه قمة تاريخية. وصلى مع الرئيس في الموعد المحدد. التقينا بالرئيس الأمريكي في اجتماع ضم الرئيسين. قال كلينتون إنه سيدخل في الموضوع مباشرة. باراك مستعد لإعادة كل الجولان باستثناء شريط يبعد عن بحيرة طبرية حوالي 500 متر على أن يمنحكم أرضاً أخرى بدلاً منها في مكان آخر. قال الرئيس بغضب هادئ إنهم لا يريدون السلام. حاول كلينتون استعادة اهتمام الأسد فلم يفلح، وهكذا فشلت قمة جنيف. في الطائرة وفي طريق العودة من جنيف إلى دمشق قيمنا ما حدث. جوهر التقييم أن اللعبة الكبرى التي بدأها الإسرائيليون كدعاة سلام والأمريكيون كوسطاء نزيهين قد انتهت. كان لسوريا ما يبرر لها اتخاذ السلام خياراً استراتيجياً، فالاتحاد السوفيتي انهار منذ مطلع التسعينيات، ولا ظهير مصرياً أو عربياً منذ معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ولا عمق استراتيجياً مع العراق منذ انهيار الميثاق القومي. هذا تاريخ حقيقي لا يجوز التلاعب به. وعلى الرغم من كل ذلك، فالمستوطنون الإسرائيليون الذين سرقوا أرض السوريين لن يشعروا بالأمان أبداً. هذه أيضاً حقيقة لا يجوز إخفاؤها.